ضيعت نفسك يا وسخ، ضيعت نفسك يا وسخ، ضيعت نفسك عشان بنت ما تستاهلش تسجن يوم فيها مستقبلك. سيبش يا محمد، قولي تبنى الامر، تبنى الامر، ما تسيبش يا محمد، والله ما هسيبه. مصر اليوم تنشر نص طعن الديب على اعدام قاتل نيير اشرف. والد نيير اشرف يوافق على تولي مرتضى منصور وابو شقه وصلاح حسب الله الدفاع عن ابنته. السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاه على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. افتح يا ريس، يا ريس ولدها، افتح والنبي يدوبك ثواب ولدها. كابتن افتح يا ريس لو سمحت. عايز تخش يا جدعان؟ خش من التالت. تعالى فين؟ طيب انا عايز اقعد. تعالى بس كده يا خش. المصر اليوم تنشر نص طعن الديب على اعدام قاتل نيير اشرف. قالت اعتماد عبد الحميد خبيره العلاقات الاسريه ان الوضع اصبح مرعبا، فقد تكررت حوادث قتل الفتيات في الاماكن العامه ووسط جميع الناس من بعد مقتل نيير اشرف، لذا لابد من تدخل مؤسسات الدوله المختلفه لوقف هذا السلسال من الدم ومنع هذه الحوادث المفجعه من التكرار. واضافت اعتماد في تصريحات خاصه لموقع صدى البلد الاخباريه انها تقترح عمل خطه نجده للفتيات يكون باشراف من وزاره الداخليه بجانب وزاره التضامن الاجتماعي ومنظمات حقوق المراه لضمان فعاليه خطه نجده الفتيات والتمكن من سرعه ضبط الجنى من القتلى وعدم تكرار حوادث مثل قتل نيير اشرف وفتاه المنوفيه. وحصلت المصر اليوم على نص مذكره فريد الديب محامي محمد عادل المتهم بقتل زميلته بكليه الاداب جامعه المنصوره نيير اشرف للطعن للحكم الصادر ضد موكله بالاعدام شنقا امام محكمه النقد. وقال ديب في مذكره للنقد على حكم اعدام محمد عادل ان هناك قصورا وفسادا في الاستدلال لاخلال بحق الطعن في الدفاع. والد نيير اشرف يوافق على تولي مرتضى منصور وابو شقه وصلاح حسب الله الدفاع عن ابنته. قال اشرف الغريب والد نيير طالبه منصور المعروفه عالميا بضحيه جامعه المنصوره التي قتلت على يد زميلها محمد عادل امام كليه الاداب بجامعه المنصوره انه سبق واعلن موافقته والاسره على تولي المستشار مرتضى منصور والمستشار بها ابو شقه وصلاح حسب الله الدفاع عن ابنته نيره في حاله قبول الطعن المقدم من اسره المتهم، مؤكدا انه يرحب بكل المحامين الذين اعلنوا عن دفاعهم عن نيره، موجها الشكر لهم على حرصهم الشديد في الحصول على حق ابنته ومطالبا الجميع بالوقوف مع الحق. واضاف والد نيير ان المحامي خالد عبد الرحمن محامي الاسره اكد له ان فرصه قبول الطعن ضعيفه والردع في مثل هذه الحالات سيكون هاما من اجل السلام المجتمعي، واكد ثقته في عدل القضاء المصري الذي سبق واصدر حكما رادعا في ايام معدوده حتى يتاثر للمجتمع وليس لابنته واسرتها، وان انضمام الاسماء الرنانه للقضيه لانها قضيه راي عام وتحتاج لخبراء قانونيين لحسم الامور وتوضيح للرأي العام. تسببت حادثة قتل نيير أشرف في صدمة للمصريين، ولكن للأسف تكررت مؤخرا حوادث قتل الفتيات على يد الشباب بسبب رفضهم الزواج منهم، وكان آخرها مقتل فتاة المنوفية. وقررت المحكمة في وقت سابق إحالة أوراق المتهم بقتل نيير أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. وأوصت المحكمة في حيثية حكمه إساءة للمجنى عليه رحمه الله أو أسرتها أو أي من عائلتها أو محاميها أو المتعاطفين معها، وإلا سيتعرض للحذف والحظر من جانبنا. وأضاف نبيل 3 ثواني فقط من واقع الجلسة الأولى للمذاع على الهواء مباشرة أنه وفقا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل برمتها ويبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقد الحكم وفقا لصحيح القانون. محامي المتهم بقتل نيير اشرف يستند إلى 11 سببا بمذكرة الطعن على حكم الإعدام. أودع المحامي أشرف نبيل مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم محمد عادل قاتل نيير أشرف داخل محكمة جنايات المنصورة قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الحكم الذي ينتهي الأسبوع المقبل. وقال أشرف نبيل في تصريحات له إن المذكرة تضمنت 11 خطأ قانونيا تبطل الحكم وتجعل إلغاؤه أمر حتمي. وأضاف نبيل أن مذكرة الطعن دونت في 67 صفحة بداخلها 11 خطأ قانونيا في الحكم، وأبرزها مشاهد مصورة لمحاكمة المتهم وإجراءات قانونية بها بطلان في التوصيف والفعل. ويذكر أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سجلت خلال الشهر الماضي أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام
لتولي المحامي أشرف نبيل مرحلة الطعن في حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن نبيل شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من 45 يوما وتلقي مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته. وكان من أبرز الشروط التي وضعها نبيل هي أنه لا يتطوع مجانا ولا يقبل تحويلات من دور أجنبية، وأنه يجب أن يوكل رسميا في القضية من المتهم أو أهليته. ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. محامي قاتل نير أشرف يتقدم بمذكرة طعن ضد حكم الإعدام. قال أشرف نبيل محامي محمد عادل الطالب المحكوم عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل الطالب نير أشرف أمام أبواب جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية يوم 20 من يونيو الماضي، إن الحيثيات التي أوردتها هيئة المحكمة في حكمها ضد المدان كتبت بعناية شديدة وفائقة وبعد مراجعة دقيقة إلى أنها لم تسلم من الأخطاء ورد بها 11 خطأ. وأضاف نبيل خلال تصريحات صحفية له عقب إيداعه مذكرة النقد اليوم الخميس أنه قدم مذكرة الطعن على الحكم اليوم أمام نيابة جنوب المنصورة للكلية، مؤكدا بوجود 11 خطأ قانونيا مما يؤدي إلى بطلان وقعت فيها أسباب الحكم، ما يؤدي إلى بطلان مطلق لما يكون نقده واجبا. وكان أشرف نبيل المحامي بالنقد قد تقدم اليوم الخميس بمذكرة النقد على حكم الصادر بحق الطالب محمد عادل والصادر بحقه حكما بالإعدام شنقا لإدانته بقتل الطالب نير أشرف أمام بوابة جامعة تشكي بالقرب من جامعة المنصورة خلال شهر يونيو الماضي. وقال محامي المتهم في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مذكرة الطعن على الحكم التي صدرت ضد المدان تتضمن 11 سببا قانونيا وسيتم إيداعه بنيابة جنوب المنصورة الكلية. أشرف نبيل محامي قاتل نير أشرف 11 ثغرة قانونية تستوجب نقض حكم الإعدام. أكد أشرف نبيل محامي محمد عدل الطالب المدان بقتل زميلات الطالب نير أشرف أمام بوابة جامعة تشكي بجامعة المنصورة في 20 من يونيو الماضي والصدر بحقه حكما بالإعدام أن الحيثيات التي أوردتها هيئة المحكمة كتبت بعناية شديدة وفائقة وبعد مراجعة دقيقة إلا أنها لم تسلم من الأخطاء ورد بها 11 ثغرة قانونية. وأضاف نبيل خلال تصريحات صحفية له اليوم عقب إيداعه مذكرة النقد أنه جرى الطعن للحكم اليوم أمام نيابة جنوب المنصورة قائلا 11 خطأ قانونيا مما تؤدي إلى بطلان وقعت فيه أسباب الحكم مما تؤدي إلى بطلان مطلق لما يكون نقده واجب. وكان أشرف نبيل ولأنا أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. هل سيتم قبول النقد؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي